بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، جمع وتخريج سعيد بن علي بن وهب القحطاني. أقول وبالله التوفيق. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مختصر اختصرته من كتاب الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة. اختصرت فيه قسم الأذكار ليكون خفيف الحمل في الأسفار، وقد اقتصرت على متن الذكر واكتفيت في تخريجه بذكر مصدر أو مصدرين مما وجد في الأصل. ومن أراد معرفة الصحابي أو زيادة في التخريج فعليه بالرجوع إلى الأصل. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وأن ينفع به من قرأه أو طبعه أو سجله أو كان سببا في نشره، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فضل الذكر. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال ذكر الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشفت به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه
إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار وكان لهم حسرة. أولا أذكار الاستيقاظ من النوم. واحد: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم دعا: رب اغفر لي غفر له. قال الوليد أو قال: دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. ثلاثة: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. أربعة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات إلى آخر سورة آل عمران إلى الآية 190 إلى الآية 200. دعاء لبس الثوب: الحمد لله الذي كساني هذا، يقصد الثوب، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. دعاء لبس الثوب الجديد: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا: تبلى ويخلف الله تعالى، البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. ما يقول إذا وضع ثوبه: بسم الله. دعاء دخول الخلاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. دعاء الخروج من الخلاء: غفرانك. الذكر قبل الوضوء: بسم الله. الذكر بعد الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الذكر عند الخروج من المنزل: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. الذكر عند دخول المنزل: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا. دعاء الذهاب إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وفي سنن ابن ماجه من حديث فاطمة رضي الله عنها: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. صححه الألباني. دعاء الخروج من المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. أذكار الأذان: يقول مثلما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما بلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. يقول ذلك عقب تشهد المؤذن. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن. يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد وضعها بين قوسين، والحقيقة أنها ليست من الحديث. يدعو لنفسه بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء حينئذ لا يرد، دعاء الاستفتاح. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان، من نفخه ونفثه وهمزه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلمت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت إلهي، لا إله إلا أنت. دعاء الركوع: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقل به قدمي. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. دعاء الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دعاء السجود: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره،
وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومن أدعية الجلسة بين السجدتين، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. دعاء سجود التلاوة، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، فتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. التشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلمت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إني أسألك يا الله، بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك، بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الأذكار بعد السلام من الصلاة. أستغفر الله يقولها ثلاثة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقولها 33. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال ذلك دبر كل صلاة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة مرة واحدة، وبعد صلاة المغرب والفجر 3 مرات. ويقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقرأها أو يقولها 10 مرات بعد المغرب والصبح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يقولها بعد السلام من صلاة الفجر. دعاء صلاة الاستخارة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي هنا حاجته، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وما ندم من استخار الخالق، وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين المؤمنين وتثبت في أمره، فقد قال سبحانه: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، الآية. أذكار الصباح والمساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك
وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، يقولها 4 مرات حين يصبح أو يمسي. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، يقولها 3 حين يصبح و3 حين يمسي. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقولها 7 مرات حين يصبح وحين يمسي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقولها 3 مرات. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، يقولها 3 مرات. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، 3 مرات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، 3 مرات. سبحان الله وبحمده 100 مرة. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في كل يوم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى فمثل ذلك حتى يصبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وعن عبد الله بن خبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات، تكفيك من كل شيء. أذكار النوم: كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح.
من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. إذا قام أحدكم من فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. وإذا اضطجع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. كان إذا أراد أن يركض وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، يقولها 3 مرات. باسمك اللهم أموت وأحيا. ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فإنه خير لكما من خادم. اللهم رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، وقد يكون ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. كان صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. الدعاء إذا تقلب ليلا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. والتضور هو التقلب من جنب إلى جنب، أو من ظهر لبطن، دعاء القلق والفزع في النوم، ومن بلي بالوحشة وغير ذلك. يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. الحديث رواه مسلم والبخاري. وخلاصة ما يفعل من رأى ما يكره في منامه أن يفعل ما يأتي: ينفث عن يساره 3، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه، يقوم يصلي إن أراد ذلك. دعاء قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت،
وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار الكافرين ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. الذكر عقب السلام من الوتر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس 3 مرات، والثالثة يجهر بها ويمد بها صوته يقول: رب الملائكة والروح. دعاء الهم والحزن: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. دعاء لقاء العدو وذي السلطان: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أجول وبك أصول وبك أقاتل، حسبنا الله ونعم الوكيل. دعاء من أصابه شك في الإيمان يستعيذ بالله ينتهي عما شك فيه، يقول: آمنت بالله ورسله، يقرأ قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، الآية. دعاء قضاء الدين: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. دعاء من نزل به وسوسة في صلاته أو قراءته. عن عثمان بن العاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، وادفل عن يسارك 3. وربما كان راوي الحديث اسمه عثمان ابن أبي العاص بدل ابن العاص. دعاء من استصعب عليه أمر: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ما يقوله ويفعله من أذنب ذنبا. ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي 2 ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له أو إلا غفر له. الدعاء الذي يفرض الشيطان ووساوسه: الاستعاذة بالله منه، الأذان، الأذكار المشروعة، وقراءة القرآن.
ولا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الحديث رواه مسلم. ومما يطرد الشيطان أذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ، وأذكار دخول المنزل والخروج منه، وأذكار دخول المسجد والخروج منه، وغير ذلك من الأذكار المشروعة، مثل قراءة آية الكرسي عند النوم والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كانت له حرزا من الشيطان يومه كله. وكذا الأذان يطرد الشيطان. الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إن الله تعالى يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ما يعوذ به الأولاد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بقوله: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الدعاء للمريض في عيادته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. فضل عيادة المريض. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. دعاء المريض الذي يأس من حياته يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلقين المحتضر. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. دعاء من أصيب بمصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. الدعاء عند إغماض الميت يقول: اللهم اغفر لفلان، يذكره باسمه، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. الدعاء للميت في الصلاة عليه: اللهم اغفر له وارحمه، وعافيه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. الدعاء للفرط في الصلاة عليه. يقال بعد الدعاء بالمغفرة: اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه، وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. كان الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. دعاء التعزية. يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وإن قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، فحسن. الدعاء عند إدخال الميت القبر: بسم الله وعلى سنة رسول الله. رواه أبو داود، وأحمد رواه بلفظ: بسم الله وعلى ملة رسول الله. الدعاء بعد دفن الميت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. دعاء زيارة القبور. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. دعاء الريح. اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. دعاء الرعد. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. من أدعية الاستسقاء: اللهم أسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. الدعاء إذا نزل المطر: اللهم صيبا نافعا. الذكر بعد نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته. من أدعية الاستصحاء: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. دعاء رؤية الهلال. الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. الدعاء عند إفطار الصائم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. الدعاء قبل الطعام. إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: بسم الله. فإن نسي في أوله فليقل: بسم الله في أوله وآخره. من أطعمه الله الطعام فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. الدعاء عند الفراغ من الطعام: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. دعاء الضيف لصاحب الطعام:
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. الدعاء لمن سقاه أو إذا أراد ذلك: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. الدعاء إذا أفطر عند أهل بيت: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. دعاء الصائم إذا حضر الطعام ولم يفطر: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فليطعم ومعنى فليصلي أي فليدعو. الدعاء عند رؤية باكور الثمر: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. دعاء العطاس: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. الدعاء للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. دعاء المتزوج لنفسه ودعاء شراء الدابة: إذا تزوج أحدكم امرأة أو إذا اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. الدعاء قبل الجماع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. دعاء الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دعاء من رأى مبتلى: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ما يقال في المجلس: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما يختم به جميع المجالس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط، ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات؟ قال: نعم، من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير، ومن قال شرا كن له كفارة. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الدعاء لمن قال غفر الله لك: عن عبد الله بن سرجس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأكلت من طعامه فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. قال: ولك. الدعاء لمن صنع إليك معروفا: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. الذكر الذي يعصم الله به من الدجال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. والاستعادة بالله من فتنته عقب التشهد الأخير من كل صلاة. الدعاء لمن قال: إني أحبك في الله، تقول له: أحبك الذي أحببتني له. الدعاء لمن عرض عليك ماله، تقول له: بارك الله لك في أهلك ومالك. الدعاء لمن أقرض عند القضاء: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. دعاء الخوف من الشرك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ما يقول من أهدى هدية أو تصدق بصدقة فدعي له: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقال: اقسميها. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا رجع الخادم تقول: ماذا قالوا؟ قال: يقولون: بارك الله فيكم. فتقول عائشة: وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا. دعاء كراهية الطيرة:
اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. دعاء ركوب الدابة أو ما يقوم مقامها: بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دعاء السفر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في الأهل في السفر، والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. دعاء دخول القرية أو البلدة: اللهم تقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين. أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. دعاء دخول السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. الدعاء إذا تعست الدابة أو ما يقوم مقامها: بسم الله. دعاء المسافر للمقيم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دعاء المقيم للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. التكبير على المرتفعات والتسبيح إذا هبط. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. دعاء المسافر إذا أسحر: فسمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. ومعنى قوله سمع سامع أي شهد شاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه وحسن بلائه. وقوله ربنا صاحبنا وأفضل علينا أي احفظنا وحطنا أو وأحطنا واكلأنا وأفضل علينا بجزيل نعمك واصرف عنا كل مكروه. الدعاء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ذكر الرجوع من السفر: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ما يقول من أتاه أمر يسره أو يكرهه؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. إفشاء السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا،
أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الدعاء عند صياح الديك ونهيق الحمار. إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطانا. الدعاء عند سماع نباح الكلاب بالليل: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن، فإنهن يرين ما لا ترون. الدعاء لمن سببته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. ما يقول المسلم إذا مدح المسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاء الوقوف على الصفا والمروة. قال جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات الحديث، وفيه: ففعل على المروة كما فعل على الصفا. الدعاء يوم عرفة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الذكر عند المشعر الحرام. قال جابر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. التكبير عند رمي الجمار مع كل حصاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما رمى بحصاة عند الجمار الثلاث، ثم يتقدم ويقف يدعو مستقبل القبلة رافعا يديه بعد الجمرة الأولى والثانية، أما جمرة العقبة فيرميها ويكبر عند كل حصاة وينصرف ولا يقف عندها. التكبير إذا أتى الركن الأسود. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر. الدعاء على العدو. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ما يقول من خاف قوما؟ يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت. ما يقول عند التعجب والأمر السار؟ سبحان الله، الله أكبر. ما يفعل من أتاه أمر يسره؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. ما يقول ويفعل من أحس وجعا في جسده؟ ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
ما يقول من خشي أن يصيب شيئا بعينه إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق. الملحق من أنواع الخير والآداب الجامعة. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. كيف يلبي المحرم في الحج أو العمرة؟ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما يقال عند الفزع لا إله إلا الله. ما يقال للكافر إذا عطس يهديكم الله ويصلح بالكم. كيف يرد السلام على الكافر إذا سلم؟ إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. ما يقول الصائم إذا سابه أحد؟ يقول إني صائم إني صائم. ما يقول عند الذبح أو النحر؟ بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني. ما يقول لرد كيد مردة الشياطين؟ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما برأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. الاستغفار والتوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فر من الزحف. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وعن الأغر المزني قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال ابن الأثير ليغان على قلبي أي يغط ويغشى، والمراد به السهو، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزال في مزيد من الذكر والقربة ودوام المراقبة، فإذا سهى عن شيء منها في بعض الأوقات أو نسي عده ذنبا على نفسه ففزع إلى الاستغفار. من فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وعن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو فلا يكون، فيقول لا. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وعن طارق الأشجعي قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.